بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في آخر جزء من الكلام على أقسام الحكم سواء التكليف أو الوضع، التي عنوان لها المؤلف رحمه الله بقول تكملة في مصطلحات مشابهة، وتكلم على الحكمة، وكان هو سبق وهو بيتكلم على السبب كأحد أقسام الحكم الوضعي أشار إلى الحكمة، وبعدين كان هنا في شوية تفصيل في بيان معنى السبب والعلة والحكمة ودوران الأحكام مع أسبابها دون حكمها، وده اللي تكلمنا عليه المرة اللي فاتت. في ثلاث مصطلحات بيحتاج يفرق بينهم أنهم بيكثروا في كلام الفقهاء، فيقول ثانيا الأداء، ثالثا الإعادة، رابعا القضاء. يبقى هو هنا في التتمة في هذا الفصل بيكمل معانا موضوع الفرق بين السبب والعلة والحكمة، ده موضوع، وموضوع الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة، وإن كان هو حط كل واحدة منهم بعنوان جانبي لكن هو غرضه أنه يفرق بينهم. ما هو الأداء؟ يقول هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، وإن أدرك من الصلاة ركعة في الوقت فكلها أداء. كلمة أداء وإعادة وقضاء دي مصطلحات فقهية قد تكون مطابقة لمعناها اللغوي أو أضيق أو أوسع، ودي معاني فقهية موجودة، يعني المكلف محتاج نقول له في عبادة مؤقتة، تكلمنا على الواجب المؤقت وغير المؤقت، في عبادة مؤقتة ومحتاجين نتكلم لو خرج الوقت، ولو ان وهو في اثناء الوقت اكتشف ان العباده حصل فيها خلل. فاذا المعاني دي معاني فقهيه مطروحه، طالما اتكلمنا على عباده لها وقت ولها شروط وصحه وموانع من الصحه ونحو ذلك، ففي النهايه بتقول انت في الفقه من خاطب المكلف بنقول له يجب عليك فعل العبادة الفلانية في الوقت الفلاني بالهيئة الفلانية، وإذا استجمعت هذه الشروط وانتفت الموانع فهي عبادة صحيحة. احنا قلنا مش دايما الفقه ماشي في السكة السلسة دي اللي هو ايه اللي مفروض، لا، ده هو الفقه أكتر من نصه في ايه، ماذا لو انه لم يحدث المفترض او لم يحدث المطلوب. اقول طيب، بيبقى بيطرح كتير سؤال عن اللي ادى العباده فيها خلل من غير صحيحه، وبيسال في احد موضوعات الفقه نقول انه هو عليه ان يؤدي العباده مره ثانيه. طيب لك، طب وخرج الوقت، فبدأ الفقهاء يستخدموا مصطلح لأداء العبادة للمرة الأولى اللي هو أنت بتقوله عليك أداء كذا، وإذا فعل مثلا المثال اللي هو قاله هنا إنه إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فعايز تقول له فقد أدى العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، دي هيشيلوها ويحطوا وكالها إيه؟ أداء. يقول ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت فهي أداء. يعني إيه أداء؟ يعني أداها في الوقت المحدد لها شرعا. طب هو يعني لو أداها، شوف احنا بنقول كلمة أداها، لو أداها بعد الوقت أليس هذا أداء؟ ليس في مصطلح الفقهاء، لا،
هو أداها يعني فعلها، لكن الفقهاء ما عندهمش أداها بمعنى فعلها، أداها بمعنى فعلها في وقتها المحدد لها شرعا. هم وضع المصطلح ده ليه؟ لأن هم وجدوا أن الشرع فيه عبادات مؤقتة، وأن هم محتاجين كتير يتكلموا على الذي يفعل في الوقت أو الذي فات وقته أو نحو ذلك، فاصطلحوا على أن الأصل في العبادة المؤقتة أن تؤدى في الوقت، فكأن كلمة أداء ينصرف الذهن أنها أديت في الإيه؟ في الوقت، فصار هذا اصطلاح عنده. وإذا لما هنا بيقول الكلام ده ليه؟ أن دي مسائل بيكثر أن دارس الفقه بيتعرض لها، احنا علم أصول الفقه بندرس إزاي ندرس الفقه وإيه هنلاقي في إيه؟ قال لك خد بالك زي ما قال لك قبل كده، انك هتلاقي مساله انه ممكن تكون العباده مؤقته او غير مؤقته، هتلاقي مصطلحات تفرعت على الامر ده، وهي ان هناك مصطلح عند الفقهاء بيختصروا بيه كلام كتير، هو ايه دور المصطلح؟ جمله هتتكرر معاك كتير جدا تشيلها وتحط كلمه واحده، او هيتكرر كتير يقول ان هذه اديت في وقتها المحدد لها شرعا فشالها وحط بدلها كلمه اداء. يبقى عندما ترد كلمة أداء في مصطلح في اصطلاح الفقهاء معناها إنها في العبادة التي فعلت في وقتها المحدد لها شرع. طيب يقولوا هتلاقي كتير يقولوا فعليه الإعادة. بيعنوا إيه بالإعادة؟ قالوا فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة أخرى لنوع من الخلل مفسدا كان أو غير مفسد. والإعادة إن فعلت في الوقت فهي نوع من الأداء إن كان الفعل الأول فاسد. يعني واحد بيسأل يقول أنه أدى الصلاة على هيئة كذا، يقول له هذه الصلاة باطلة، يكون يجي السائل بيصف يقول له لا الصلاة دي إيه؟ باطلة وعليه الإعادة. يبقى كده الإعادة معناها أن العبادة فعلت مرة غير مجزئة لسبب أو لآخر. فلما بيجوا في مصطلح الفقه يناقشوا مسألة عبادة وقعت فاسدة، أي تتمت أنه بيقول أنها وقعت فاسدة، أنه هيقول إيه؟ وعليه الإعادة. وعليه الإعادة ممكن ما يبقاش أنها وقعت فاسدة لخلل من المكلف. طبعا من أشهر المسائل مسألة الصلاة بالتيمم ثم يحضر الماء. الجمهور بيقولوا إذا حضر الماء في الوقت فعليه الإعادة، لأن هو أدى ده، هو أدى الأولى صحيحة، ولكن بيقولوا إذا حضر الماء في الوقت فعليه الإعادة. كان ده خلاف الراجح، لأن لا خطاب إلا بدليل. احنا بنقول الخطاب الشرعي اللي قال ان في خمس صلوات في اليوم والليله اثبت هذا الواجب في ذمه كل مكلف. طب بيثبت امتى؟ مع نداء الصلاه. لما بينادى لصلاه الظهر مثلا بقى انشغل ذمه المكلف انه عليه الصلاه. طب لو جه سال أو هو بعلمه في الشرع استعلم عن حكم الشرع أنه الآن وجبت عليه الصلاة ولا يوجد ماء، ففي خطاب شرعي موجود في كتب في الكتاب والسنة بيقول له تيمم وصلي فصل. مين بقى يقول له يجب عليه ظهر ثانية في نفس اليوم مدام أن الأولى وجبت بدخول الوقت الظهر، وجبت بدخول الوقت. لما جه يستعلم عن شروط الصحة، ما هو بعد شروط الوجوب بنتكلم على ايه؟ شروط الصحة. يعني جه يتكلم على الشروط والأركان ولأنه ليس غير واجد للماء، فقيل له لا ده في بديل، خطاب شرعي موجود كونه توجه ليه في الوقت دوت لما هو بحث عنه بعلمه أو بسؤاله من يعلم، فكأن في خطاب شرعي قال له تيمم وصلي فرغت الذمة. لازم يكون في خطاب شرعي صريح، ما ينفعش الفقهاء يوجبوا عليه ظهر تانية
يقولوا بالخطاب الأول، لأن الخطاب الأول خلص على، وفي دليل صريح يقول إن في صلاة تانية زي حديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد وأردتما الإمام يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة، ده خطاب تاني، يبقى دخل الوقت الصلاة وهو بعيد عن المسجد الجماعة. الكلام ده كان في الحج القصة ديت، وكان بينزل الناس يتفرقوا في منى، فكل جماعة كل مخيم ممكن يصلي في رحله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في مسجد الخيف. لا صلوا ثم سعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كان في اليوم ده تأخر، أخر العشاء، فلو بيصلي فانعزلوا عن الجماعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا، ألستما بمسلمين؟ فقالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكم إلى آخره. يبقى هنا اللي دخل الوقت وصلى وبعدين حضر مسجد الجماعة ووجد جماعة الإمام الراتب بتصلي، نقول له لا، ده أنت دلوقتي جالك خطاب شرعي جديد اللي هو الحديث دوت، بس صار الآن إيه؟ لأنه في إذا، يعني لما يحصل الموقف ده يبقى الخطاب توجه له، لا صلي الصلاة ديت. والصحيح أنه مش بيعيد الصلاة، هذه صلاة جديدة وجبت لسبب طارئ غير الصلاة الخمس. يبقى هو إذا كان مثلا ده وقت العشاء، هو اللي صلاها الأولانية دي اللي إيه؟ العشاء، والأربع ركعات اللي هيصليهم مع الإمام لما يجي المسجد ولاقي الإمام بيصلي، هيصلي صلاة أخرى نافلة، يعني زيادة على الصلوات الخمس، وجبت لسبب خاص، مش ان احنا بنقول له عيد الايه؟ عيد الصلاة. بس المهم في خطاب تاني قال له في صلاة غير اللي انت صليتها. فالراجح هنا ان هو اللي تيمم للعذر ثم حضر الماء في الوقت ان صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. لكن احنا بنتكلم، هيجي الفقهاء في باب التيمم بيقول لك مسألة مشهورة جدا، فإذا تيمم ثم حضر الماء، فيقولوا إذا حضر الماء في الوقت فعليه الإعادة، وإن كان خارج الوقت فلا شيء عليه. لو هم عايزين يجيبوا عليك أنا هقولوا يعفى عليه الإيه؟ القضاء. لكن ده مما لا يقول به أحد، هما كأنهم في الوقت راعوا وهو كان فيه عذر عشان يلحق الصلاة في وقتها، كأن التيمم ده شرع ليه؟ للحفاظ على الوقت. ودي وجهة نظر وجيهة، ولكن وجهة النظر الأخرى أفقه وأقرب للكتاب والسنة. قال لك كأن التيمم شرع عشان إيه؟ عشان الوقت، وإلا كان ممكن يتقال له طب خلاص استنى إلى أن تجد الماء. فالتيمم شرع من أجل الحفاظ على الوقت، ده يبين أهمية وخطورة وقت الصلاة والمحافظة عليه. فالجمهور نظروا نظرة، طب هو تيمم عشان يلحق الوقت وصلى صلاة من وجهة نظرهم أقل من غيره، طهارتها ليست كغيره، والآن تمكن أنه يلحق الوقت والطهارة الكاملة، فقالوا يعيد. ودي وجهة نظر لكن مخالفة للحديث، لأن عين الواقع حصلت لاثنين من الصحابة فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد أخذت أجرك مرتين، لأنه كان متأول أن دي واجبة عليه، فعبادة ظنها مشروعة فأخذ أجرها، لكن قال للتاني إيه؟ أصبت السنة. لكن احنا عشان المصطلح هنا هتلاقي يقول لك أنه إذا حضر الماء في الوقت فعليه الإعادة، وإذا حضر بعد خروج الوقت فلا شيء عليه. ولو كان عايزين يخلوه يبقى عليه حاجة كان حكلوا عليه الإيه؟ القضاء. يبقى ده مصطلح الأداء والإعادة. مصطلح القضاء يقول هو فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها لفساد الأداء أو لتركها في الوقت بالكلية لعذر، كترك الحائض الصوم أو ترك المريض الصوم كذلك، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها.
وما ليس له وقت محدد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسمى فعله أداء ولا قضاء. قال والقضاء يكون في السنن أيضا إذا ورد به الدليل، السنن الرواتب اللي لها وقت وكان العبد محافظ عليها ثم فاتته له أن يقضيها. هنا مسألة مهمة جدا، احنا بنقول ايه في مصطلحات بيسموها حقيقة شرعية، الشرع كلمة معينة بيّن ان لها معنى معين في خطابه، زي الصلاة والصوم والزكاة والإيمان، كل دي ألفاظ شرعية يرجع في تعريفها للإيه؟ للشرع. والذي اللفظ الذي يذكره الشرع دون أن يضع له تعريف، يبقى إن أنزلناه قرآنا عربيا، يبقى خاطب العرب بمقتضى معنى اللفظ عنده. وده في أي لغة في الدنيا، أنت تتكلم بلفظ معين في لغة معينة تبقى عايز السامع يفهمه على معناه في اللغة ده، تيجي أنت معنى أهل اللغة ما حطلوش لفظ قبل كده، مخترع من المخترعات، فإيه الحل؟ بتجيب تاخد أقرب لفظ معبر عنه بس تبين إن اللفظ ده عندك صار له هذا المعنى الخاص. ما صنعوا المركبات الميكانيكية دي قالوا إيه؟ سيارة. خدوها من صيغة مبالغة من سارة يسير، لكن وضعوا بطريقة ما ما يفهم منه إن كلمة سيارة خصصت، ما بقتش على معناها القديم. أنا عندي في الحقيقة اللغوية وفي الحقيقة الشرعية، والحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية إما تساوي اللغوية أو أخص منها دايما، يعني قد تغيرها أحيانا، والمغايرة دي دايما تكون إيه؟ إنها أخص أو منها، من باب إن في معاني غير معهودة في اللغة، فاللي بيجي يتكلم بهذا المعنى بيختار له أقرب لفظ إليه، بيبقى لفظ عام بيبتدي هو يعرفه بالتعريف الخاص اللي هو عايزه. عشان كده في الشرع بقى بننظر العكس، التعريف الخاص مقدم على التعريف العام. هنشوف الحقيقة الشرعية الأول، ما يجي لنا لفظ نشوف هل له معنى خاص في الشرع ولا لا، لو ما كانش يبقى بنحمله على معناه في اللغة. بعد كده عندنا الحقيقة الاصطلاحية، ودي زي الحقيقة الشرعية بس من صنع أهل فن ما، بيجي زي ما قلنا كده في السيارة، في كل علم من العلوم تلاقي أهله بدأوا يحطوا مصطلحات لها معنى خاص عندهم، ويبقى إذا أطلقت بتحمل على اللفظ العرفي، على المعنى العرفي. المشكلة عندنا هنا في دراسة العلوم الشرعية، هيبقى عندنا في المسألتين الأولانيين ان اللفظ اللي بيجي لنا بنشوف هل له حقيقة شرعية ولا لا، بمعنى هل له معنى خاص في الشرع ولا لا، لو ملوش بنرجع لمعنى الايه اللغوي. ظهر معانا كمان الفقهاء بدأوا يحطوا مصطلحات، هنبتدي نشوف احنا هنتكلم في العلوم الشرعيه، نتكلم بآيات واحاديث واثار عن الصحابه، ونتكلم بكلام للفقهاء، فالنصوص اللي هي قبل المصطلح وعلى راسها الكتاب والسنه بندور على الحقيقه الشرعيه، فان لم يكن في الحقيقه الايه اللغويه. النصوص اللي بعد وضع المصطلح اللي هي كلام العلماء المتاخرين بندور على الحقيقه الاصطلاحيه، وإن لم يكن في الشرعية ولم يكن في الإيه؟ اللغوي. والخلط من الأمور دي ممكن يعمل لبس. الفقهاء حطوا لنا مصطلح الأداء ومصطلح الإيه؟ القضاء. لكن في اللغة الأداء هو الإيه؟ القضاء، والقضاء هو الأداء. فإذا قضيت الصلاة دي معمولة في وقتها ولا في غير وقتها؟ في وقتها. إذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، يبقى إذن القضاء في لغة العرب وفي استعمال الشرع يساوي الإيه؟
الأداء. لكن كفقهاء بدأ يكلم يقول لك هل هذه أداء أم قضاء؟ مفيش إشكال، مصطلح يسهل المسألة. جاب لفظ، هو اللغة فيها لفظين والاثنين بمعنى واحد، فهو خصص واحد بأنه المفعول في الوقت والتاني المفعول في غير الايه؟ الوقت. لكن ما ينفعش بعد ما أدركنا أن الفرق بين الأداء والقضاء فرق اصطلاحي أن احنا نيجي الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، ويقول لك فقضوا المفعول في غير وقته، يقوم يستدل بكده أن لو واحد مسبوق في الصلاة وجه الإمام في الركعة الثالثة، في مذهب يقول لك أنت المأموم بقى جاي مسبوق، هتعد 3 4 1 2، يقول لك ما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاتي أم آخره؟ فبعض العلماء بيرى أنه هو آخر صلاتي. معنى إيه آخر صلاتي؟ يعني يطابق الإمام، الإمام في الركعة الثالثة هو حينوي دي الثالثة واللي بعدها الرابعة، الإمام سلم يبتدي هو يجيب إيه؟ 1 و2. طبعا هتفرق أشهر أبرز حاجتين هتفرق فيهم استحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، هل هو والتشهد الأوسط فين أماكن التشهدات. تعالى هو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة في المغرب، في مذهب هيقول يعد 3 1 2، فهو أدرك مع الإمام الإيه؟ الثالثة. الإمام هيقعد التشهد، ده مش موضع تشهد بالنسبة له، سواء هيقعد متابعة للإمام، وبعدين هيقوم يجيب الإيه؟ الأولى. بعد الأولى في تشهد؟ لا، يبقى هيقوم يجيب الثانية. المذهب الآخر وهو اللي معظم الناس بتعمل بيه، المأموم بيعد 1 2 3، فهو أدي الأولى، الإمام قعد تشهد مش في غير موضعه، هو تابعه، سلم الإمام وهيجيب الثانية، بعد الثانية إيه؟ هيجلس التشهد الأوسط وبعدين يجيب الثالثة بقى. وده الظاهر والأفضل في ترتيب الصلاة، ولأن المأموم بيدخل مش عارف الإمام في أنه ركعة، وده ممكن يشوش عليه وقد يغير في هيئة الصلاة أو ترتيبها. لكن هم قالك بس المشكلة الحديث بيقول وما فاتكم فقد، نقول لا، فقدوا ذي فإذا قضيت الصلاة، والحديث ونصوص كتاب السنة لا تفرق بين مصطلح الأداء ومصطلح القضاء. هو في معنى العبادة المفعولة في وقتها والمفعولة في غير وقتها، لكن ما كانش بيسمي دي أداء ويسمي دي إيه؟ قضاء. واضح؟ بيقول خامسا العزيمة والرخصة. قل العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك، وتحريم أكل الميت. والرخصة هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة، كقصر المسافر للصلاة، وإفطاره في رمضان، وإفطار المريض المقيم، وأكل المضطر للميت. طبعا ده برضو موضوع بيحتاج دارس الفقه انه يعرف، زي ما قلنا ان احنا دور الفقه ان احنا هندرس كل الافعال الممكنة للمكلف ونديها حكم من الاحكام التكليفية الخمسة، دي واجب ودي محرم ودي مستحب وده مكروه الى غيره. وبعدين رجعنا قلنا الامور مش بالبساطة ديت، ده في اسباب وشروط وللوجوب، ويبقى ممكن الفعل الواحد تقول اذا كان كذا فهو واجب واذا كان كذا فهو مستحب، يبقى اذا ده اللي قلناه لما دخلنا في الحكم الوضعي.
اعتبر ده فرع على الموضوع دوت. وبرضو زي ما قلنا كده في الصحة والبطلان هما الأصوليين محتارين في الرخصة والعزيمة يحطوها مع الحكم التكليفي ولا مع الحكم الوضعي. ونفس القضية انت بتقول ان بعض الاحكام التكليفية بعد ما تقول يحرم اكل الميت الا للمضطر، فالا للمضطر دي حكم تكليفي ولا وضعي؟ فبعض الاصوليين قال لا ده حكم تكليفي اهو، ما يحرم اكل الميت لغير المضطر ويباح للمضطر، يباح ده حكم ايه؟ تكليفي. التاني قالهم لا ده انت باب الرخصة بتقول ان العذر سبب لنقل حكم مسألة من حرمة مثلا الى اباحة، فكأنه قسم من الحكم الوضعي وهو اسلم حاجة، يبقى موضوع مستقل طالب الفقه محتاج يفهمه ومحتاج يفهم فيه هي الحتة دي بالذات، ان الشرع ينقل بعض الاحكام ويخفف بعض الاحكام مراعاة للعذر، فهو لازم يفهم الاعذار المعتبرة شرعا والتخفيف المعتبر شرعا وبيتخفف ازاي. فاذا ده باب يعتبر اصل من اصول ضبط قواعد الاحكام، لانه مش يقول حرام ويسكت، او لا يبقى لازم عارف ان الحرام دوت يلحق تخفيف في ظروف معينة، لا سيما ان الظروف ديت ما بتتكررش مع كل باب. يعني معنى الاضطرار ومعنى الاكراه ومعنى كل الكلام ده كأنه ما بتكررش في كل باب، بل دي قاعدة مستصحبة مع كل الابواب. عشان كده تلاقيها هنا في الاصول وتلاقيها في القاعدة الفقهية، هي طبعا مناسبة جدا للقاعدة الفقهية. احنا قلنا القاعدة الفقهية احكام فقهية تتكرر كتير، ما في كل الابواب او في ابواب موضوع معين، فهو دي مناسبة جدا للقاعدة الفقهية. لكن برضو هنا مدام في الاصول بنعرف يعني ايه حكم تكليفي ويعني ايه حكم وضعي، ويعني ايه نقول على حاجة واجبة ونقول على حاجة محرمة، محتاجين برضو نعرف انه اذا وجد العذر هيتغير الحكم التكليفي لبعض المسائل، ومعظمها ان في امور بتنتقل من الحرمة الى الاباحة. هنا عندنا العذر الرخصة نوعين رئيسيين من الرخص، في رخصة تشرع للمكلف الذي يمر بحالة استثنائية تخالف حالة سائر المكلفين، وهي ده المراد بالرخصة عند الإطلاق. لما يقولوا كلمة رخصة يبقى حكم لو سئلت عنه كده مجردا تقول أكل الميتة تقول حرام. أمال إمتى هتيجي الرخصة؟ لما يوجد مضطر. فيبقى في رخص هي حكم استثنائي لمن وقع من المكلفين في ظرف استثنائي، وده المراد عند الإطلاق. في نوع تاني مسألة ما تدخل تحت عموم نهي ثم يخصص هذا النهي بإباحة إحدى صوره مع تعليل هذه الإباحة بالتيسير، فهذا كأن دي رخصة لجميع الإيه؟ المكلفين في كل الأوقات. احنا لسه من شوية اتكلمنا على التيمم، ده مثلا ده من نماذج الرخص التي تشرع لوجود ظروف استثنائية وهي فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال. لكن تعالى مثلا للرخصة في بيع السلم. الأصل أنه لا يجوز بيع المعدوم، أنه نوع من بيع الغرر، عشان اشتري حاجة محتاج أشوفها.
فالمشتري شاف السلعة، السلعة موجودة والمشتري عينه. طب عدم وجود السلعة غرر، لأنها قد لا توجد، قد لا توجد بالمواصفات. فالأصل أن بيع المعدوم غرر. طيب جه الشرع مش قال مثلا للمضطر اللي مش لاقي، اللي هيلحقه ضرر في بدنه أو نحو ذلك، ممكن يشتري سلم؟ قال لا، لعموم حاجة الناس، إلى أن المشتري ممكن يكون محتاج السلعة والمنتج لها لن يستطيع إنتاجها إلا بعد قبض الثمن. فالتشريع العام بالنهي عن بيع المعدوم لو استمر هتتعطل مصالح العباد. فيوجد إباحة عامة، يعني تشتري سلم، تشتري بيه أكل، تشتري بيه كتب، تشتري بيه سلعة ترفيهية، ما عادش إنها مقيدة بظرف إيه؟ استثنائي. ولكن أنت عرفت الأول إن في نهي عن بيع المعدوم، وعرفت إيه مفاسد بيع المعدوم. وبعدين يجي الشرع يقول لك طب لو كان ولا بد، من أراد أن يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إن كان ولا بد إنك أنت احتجت تشتري سلعة قبل ما توجد، راعي الضوابط دي، فيسموا بيع السلم إنه من باب الإيه؟ الرخص. يبقى إحنا عندنا في رخص، هي في الواقع دي الأصولين مش معنيين بيها قوي، بس ممكن يعنى بيها. دي أكثر علاقة بعلم القاعدة الفقهية، البحث في حكم التشريع وعلله. يبقى نقول كان الأصل كذا، ده النص العام، ثم أذن في كذا. ومعظمه تلاقيها تيجي مع صور التخصيص، نيجي نشوف ليه خصص بعض أفراد العام منه. لك ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ده عام. وبعدين يجي التخصيص والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يقول أصل هنا في معنى، هي الكتابية بتقر بوجود الله وتقر بأصل الرسالات ونحو ذلك. ولأنه إذا وقعت تحت سلطان رجل مسلم غالبا ما تسلم، لأنها قريبة من الحق. عشان كده لما في زمن عمر رضي الله عنه بدأ ينهى عن، يشدد على يعني من يقتضى بهم أنه ما ينكحش الكتابية، لأن الأمور اتغيرت. الحكمة اللي من أجلها وجد هذا التيسير بدأت تضعف، مش هذا نقول طبعا حرام، لكن هنا يبقى ده حكم عام ولكن صيقة في مقام التيسير، مراعاة لأمر ما تعم به البلوى. فما دام إن البلوى تعم به، مش هنخلي كل واحد يجي يسأل. وده اللي طبعا باب خطير جدا في القاعدة الفقهية، يقول لك يبقى ما عمت به البلوى، الحاجة التي عمت بها البلوى تنزل منزلة الضرورة، أخذا من نماذج الشرع. شرع يعني كان هذا هو مسلك الشرع فيه، هتعم البلوى أن الناس تعوز تشتري سلم. فاللي هيجي يسأل لو ما كانش جه الإذن ببيع السلم، يتقال له لا، انت عايز ليه؟ عايز تشتري سلعه معدومه ما جاتش؟ هل دي امر يتعلق بها شيء ضروري؟ لو فقدت تفقد شيء في عقلك او بدن او صحتك في الضرورات الخمسه، يبقى خلاص لا يجوز. ولكن لما كان ده محتاج وده محتاج وده محتاج، وتعطل حاجيات جمع كبير من الناس يساوي كانه تعطل، سيؤدي بصوره ما إلى أن البعض تضيق به الأمر كما لو كان بالضرورة. فالشرع أنزل الحاجة التي تعم بها البلوى منزلة الإيه؟ الضرورة. لكن الحاجة التي لا تعم بها البلوى لا تنزل منزلة الضرورة. طب كده عرفنا الكلام ده، إن الشرع نزل الحاجات التي تعم بها البلوى منزلة الضرورة. يجي عند التطبيق ده منزلق خطير جدا. البعض أي حاجة
يدعيها الناس يقوم منزلها منزله الضروره. لكن من امثله الاجتهاديه الصحيحه فيما ارى الصور الفوتوغرافيه عند من يقول بحرمتي. اللي هيجي يقول انا عايز الصور، اقول له البطاقه ماشي، الباسبور ماشي، غير وهكذا. طب اشتراك وسيله مواصلات، نقول له انت يعني محتاج انك توفر الفرق بين التذكره وبين الاشتراك. لو قال لا معاه سعه نقول له ما تعملش اشتراك عشان ما يتصورش صوره ايه زياده. ده لو هنتكلم عليها انها لا تباح الا للضروره. ولكن لما كانت هي حاجه عمت بها البلوى نزلت منزله الايه الضروره. عشان كده نقول التصوير لاستخراج المستندات وتعريف الشخصيه مباح، حتى لو عمل لو بيطلع بيه اشتراك في وسيله مواصلات او اشتراك في حاجه ترفيهيه او اتصور وفاضت معاه شويه صور فشلهم مع انه مش عارف امتى هيحتاجهم. انما لو هتقول انها ضروره، لا الضروره تقدر بقدره، لكنها حاجه عمت بها البلوى. تخيل انت منعت من دي ومن دي ومن دي يحصل تضييق. فاذا الرخص عندنا في الرخص اللي هي حالة استثنائية تباح تعطى للمكلف الذي يمر بوضع استثنائي، وده المراد عند الإطلاق. وفي رخص بتقول لا ده في عموم نهي ثم خصص في حق جميع المكلفين، ولكنه خصص مراعاة للتيسير، أو بعبارة أخرى مراعاة لحاجة تعم بها البلوى. فكأن الشرع نزلها منزلة الضرورة في حق كل الناس وأعطى بها رخصة عامة لا تنتظر إن حالة كل واحد تصل إلى الضرورة. يبقى ده نوع وده نوع. لما تيجي تسمع في الفقه كلمة عزيمة لازم تعرف إن معاها رخصة. يعني ما تقولش مثلا العزيمة وجوب الصلاة، لا، أو العزيمة أداء الصلاة، لأن هي ما فيش قصادها رخصة. لكن تقول العزيمة للمسافر له رخصة في الفطر، يبقى معاها. والعزيمة إن هو إيه الحكم الأصلي إنه يصوم، وكلمة العزيمة ما تسويش انها الافضل، ده مجرد مصطلح. ان العزيمة هي الايه الحكم الاصلي الذي حكم وارد من غير مراعاة لعذر، وارد في حق المكلف الطبيعي. والرخصة هو الحكم الوارد في حق المكلف اللي بيمر في وضع استثنائي، اعتبر الشرع رخصة او سبب في ان هو ياخد حكم اخف. طب انه افضل؟ لا، ما نقدرش نقول. الراجح ان كل مسألة تقدر بقدرها، فيما عدا المسائل التي فيها نص خاص على ان الرخصة افضل او ان العزيمة افضل، فالراجح في باب الرخصة والعزيمة ان افضلهما ايسرهما، ان افضلهما ايسرهما. بمعنى ان الرخصة رخصة من الله وهدية من الله، فيستحب للعبد ان يقبلها. ولكن احيانا فعلا تكون الرخصة في حقه مشقة، زي اللي هو في رمضان وصايم في السفر، بس هو متعود في رمضان مواعيد العمل وكل الامور بتصاغ ان في فطار وفي سحور. بينما هو لو افطر وطلب بالقضاء يجي بعد كده يجد ان الظروف غير مواتيه، فهو لن يترك الرخصه اعراضا عنها، ولكن يريد يرى انها بالنسبه له ايسر. ما نقدرش نقول له لا خدها، ويبقى نخالف مقصود الشرع اللي اراد انه ييسر عليه. ولكن من يترك الرخصه اعراضا عنها فهذا يعني من يعني الإعراض عن الرخصة قد يصل إلى درجة الحرمة
والعياذ بالله. يبقى هنا ده خلاصة الكلام في الرخصة والعزيمة. بيقول لنا العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك، وتحريم أكل الميت. والرخصة هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة، كقصر المسافر للصلاة وإفطار في رمضان، إفطار المريض المقيم، وأكل المضطر للميت. يقول وإذا كان سبب الرخصة السفر لم يترخص العاصي بسفره، لأن الرخصة إعانة والعاصي لا يستحق العون، فلا يترخص ما لم يتب من معصيته. ثم إن الرخصة منها ما هو واجب كأكل المضطر للميت. أقول لك يعني إزاي تقول رخصة وترجع تقول واجب؟ احنا قلنا تعريف الرخصة إنه حكم روعي فيه العذر، ولكن الحكم ده على سبيل ايه؟ ممكن يبقى على سبيل الوجوب، او على سبيل الاستحباب، او على سبيل الاباح، او يبقى خلاف الاولى، يعني رخصة والاولى انه ياخد بالعزيمة. قلنا كل ده يعلم من ادلة مستقل. فالاصل ان اكل الميت حرام، نقول له في رخصة للي هيموت من الجوع انه ياكل الميت. ليه سميناها رخصة؟ لان حكم استثنائي للمضطر مش حكم عام، ده معنى كلمة رخصة. طب حكمها ايه؟ نقول لا، ما هو مش من حقه يقتل نفسه، لا يجوز له ان يقتل نفسه، وامتناعه عن الاكل قتل للنفس، يبقى صارت هذه رخصة ايه؟ واجب. ومنها ما هو مستحب كالقصر والفطر. هو هنا بيرجح ان رخص السفر مستحبة مطلقا، لكن احنا بنقول ما دام الرخصة مبناها على التيسير، الرخصة زي اكل الميتة للمضطر، قلنا خلاص لا، ده معروفة دي رخصة عشان يحفظ حياته، ملوش فيها اختيار. لكن رخصة عشان هو يترفه، رخص السفر عشان هو يستريح، فيبقى نقول له اقبل من الله تبارك وتعالى ما رحمك به وخذ الايسر لك. وده الراجح، وان كان بعض العلماء بيرى فعلا ان الرخصة مستحبة مطلقا بنفس الدليل، هي رخصة من الله، وان الله يحب ان تؤتى رخص كما يحب ان تؤتى عزائم. لكن الدليل ده لما تفهمه هتلاقي انه لا يعرض، لا يجوز ان يعرض عن الرخص، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر، ما ينفعش انه ترك الاولى، وكان معه جمع كبير من صحابه صائمون. لما جاء الامر ان الفطر، ان الاصرار على الصوم في اعراض عن الرخصه، قال عمن فعل ذلك انهم العصاة. يبقى الظاهر ان الاولى الايسر. ومنها ما هو مباح كبيع العرايا، فهو مستثنى من قاعدة الربا. بيع العرايا ده من أنه نوع من أنواع الرخص؟ الرخص المشروعة لكل المكلفين. طب ليس منها رخصة رغم أنها ليست لها ظرف استثنائي؟ هذا استثناء من قاعدة الربا، لأن هي التمر من الأنواع الربوية. إيه العرايا؟ التمر من الأصناف الربوية اللي ما ينفعش أبدله تمر بتمر إلا مثلا بمثل، يدا بيد. طيب كان بيحصل إن يجي صاحب بستان يقول النخلة دي ثمرها للفقراء، يتصدق بالثمر مع احتفاظه بملكية الأصل، ولو تبرع بالأصل خلاص يستقطعه مسلم، يقول الثمر ده للفقراء. طيب يجي الفقراء، البلح طلع، فبيطلع في اوله بصر، البلح الاخضر الناس بتاكله بتحبه، غير لو ما فيش غيره بقى في وقته بالذات للفقراء، وبعدين يبقى رطب، وبعدين يثمر، وكل المراحل دي الناس تحب تاكل منه، وبعدين اخر مرحله اللي هو بقى تمر تدخله. طيب نقول للفقراء لا، استنوا لما يبقى تمر وتعالوا جذوه، يبقى فوتنا عليهم الصدقة التي تصدق بها، ضاع كتير من منفعتها. طيب جذوه من دلوقتي أشد فسادا. طب خلاص الفقراء يدخلوا من أول موسم
البلح من اول ما يبقى بصر الى ان يثمر، يدخلوا البستان دي نخلة الفقراء ياخدوا منها ويطلعوا صاحب البستان. البستان ده كان له حرمة كحرمة البيوت، له حائط، وممكن يبقى هو داخل الحائط متخفف من بعض القيود لان ما فيش مباني عالية ولا غيره، وحتى الان في الجناين وغيرها. فيبقى يحصل الضرر لصاحب البستان. فقال لهم ينفع صاحب البستان اللي عمل نخلة خلاها من العراية انه يدي الفقراء بدلها تمر مرة واحدة قبل ما ايه، قبل ما يحصل ان يتم تمام الجفاف، عشان نقول ده قد ايه وده قد ايه. لا، بالخرص والتخمين يديهم تمر في اول الموسم، يبقى هم كده من اول ما طلع البلح خدوا ايه ما يكافئ. هو طبعا صاحب البستان بقى عنده تمر من السنه اللي فاتت او غير ذلك هيعطيه. وتعدت الرخصه حتى حاله الفقراء، بمعنى لو واحد بايع ثمر بستان ممكن يترخص بهذه الرخصة، لكن فيما دون خمسة أوسق. فإذا ده دي البيع العراية من أنواع الرخص، هي حكم عام للجميع، استثناء من قاعدة، استثناء من نهي عام شرع للتيسير. لكن دايما تلاقي اللي شرع للتيسير، ما هو عشان ما يبقاش تناقض، تلاقي لازم في قيود ضيقت المفسدة. بيع المعدوم غرر، عايز تبيعه سلم، لا لازم يبقى الوصف دقيق والمعاد محدد عشان تقل دائرة الغرر، ما دام ان الناس محتاجة لأمر لو فيه مفسدة فإذا أذن فيه الشرع يأذن فيه مع ضوابط إضافية مش موجودة في البيع العادي، توجد هنا لتضيق نطاق المفسدة، لأن الحكم ده أصله كان من ضمن داخل في عموم نهي عنه. لكن هو هنا ما أوردهاش عشان يجيب الفرق بين الرخصة التي تباح لبعض المكلفين الذين يمرون بوضع استثنائي وبين الرخصة اللي هي بتباح للجميع من باب التخفيف، لا، أو عشان بس يقول مثال للرخص الايه المباح. وكل الرخص اللي هي استثناء من عموم نهي وبيح لعموم المكلفين من باب التيسير هتبقى ايه مباح. قل ومنها مكروه كالجمع بين الصلاتين عند وجود الحرج وتركه أولى، وكالفطر المسافر الذي لا يشق عليه الصوم عندما نقول إن الصوم أفضل. وأسباب الرخص مختلفة، منها السفر والمرض والإكراه والجهل والنقص الحكمي كالرق والنقص العقلي أو البدني والعسر والمشقة كرخص المستحاضة ومن به السلس. وعموم البلوى، يبقى عموم البلوى ده نوع تاني بقى، ده نوع مستقل، كالترخيص بالحكم طهارة طين الشوارع وطهارة الهرة ونحوه. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في سؤر الهرة الباقي من الإناء بعد شرب الهرة، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطواف. كونها بتدخل كتير وتخرج وأشق الاحتراز منها، فالشرع تسامح في نجاسة لعابه. طبعا مع وجود معنى واضح ان لعاب الهرة هيبقى قد ايه، فيبقى ايه امر يسير جدا، مع مشقة الاحتراز منه تساوي التسامح فيه. والاصل في الترخص انه يجوز لمن قام به العذر ان يأخذ بالعزيمة وان يأخذ بالرخص، وترجح احد الامرين فيكون افضل من الاخر لظرف يقتضي، ولا يجب الأخذ بالرخصة إلا بدليل، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الذي يمنع ترك أكل الميتة لمن خشي الهلك. وبذلك نكون انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على
أقسام الحكم. وطبعا بقي في القسم الأول من الأقسام علم الأصول والكلام على الأحكام الشرعية. قلنا كان في 4 أبواب: الحاكم وحقيقة الحكم الشرعي، ده اللي انتهينا منه، فاضل بابين تانيين: المحكوم عليه وهو المكلف، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف. الضرورات الخمس لها ترتيب مأخوذ بالاستقراء أيضا، هي كلها استقرائية، يعني هي نفسها استخرجت بالاستقراء والترتيب منها استخرج بالاستقراء. ومشروعية الجهاد مع ما فيه من مظنة إتلاف النفوس يدل على أن الدين هو مقدم على كل ما عداه. وجواز أكل الميت وشرب الخمر المضطر يجعل الحفاظ على النفس قبل الحفاظ على العقل وهكذا. ما دليل الجمهور في عدد صلاة المتيمم؟ قلنا ان هو بيقولوا ان التيمم كان لإدراك الوقت، وده واضح، وإلا كان الطالب انه يترك الصلاة الى ان يجد الماء. فاذا يعني كأن الشرع جعل صلاة بتيمم في الوقت أفضل من صلاة بوضوء خارج الوقت. يقولوا طب حضر الماء في الوقت وصار ممكن أنه يصلي في الوقت بوضوء بعد الوقت، هم متفقين خلاص، ما هو يعني هو أدرك صلاة في الوقت بتيمم وهي أفضل من صلاة خارج الوقت بوضوء، فده مش مطروح خالص الاختيار بتاع أنه لو الماء حضر بعد خروج الوقت. يعني طب لو حضر أثناء الوقت ما زال أمامه يصلي الصلاة بوضوء وفي الوقت، ولكن الصحيح انه ذمته فرغت خلاص، ما عادش نعرف نطالبه بصلاه بوضوء ولا بتيمم ولا بخلاف. حديث الرجل الذي يصلي في جماعه ثم ياتي مع الامام يصلي نافله، هل يجوز ان يصلي النافله على هيئه الفريضه؟ النافله دي خاصه، وده نافله واجبه، قلنا نافله بمعنى زياده، نافله بمعنى زياده، واجب وجب لسبب خاص وليس انه من الصلوات الخمس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.